ربما سي الفيلة اللي حضرتوا معنا من الصباح، وكنشكركم على الحضور ديالكم. تابعتوا معنا المهرجان منذ الانطلاقة ديالو، من الاجتماع ديال الفرق، وراك شتي انت ربما ترى تقيم أكثر مني أنا. أنا اللي كنقولو أنني جد سعيد، لأنه الحمد لله كدوز الأمور بخير، ما كيتوعد ليا تدري، حتى وليد ما كيتوعد، كلشي كيمشي ناشط لدارهم كيما كيجيو. كنشكر الفريق اللي معايا اللي كيدير واحد العمل جبار اللي ضربو تمارة، ولكن اللي مهم هو أنه ملي كيكون النجاح ديال الدوري أو النجاح ديال ليفينمون كيخليك أنت كتحيي العيا كلو، كتفوت العيا مكيبقى عندك لا عيا لا والو، لأنه باش تحضر الناس اللي حضروا اليوم، الكم الهائل ديال الإخوة اللي حضروا، زعما أنا صراحة لأنك تبين مازال بأنك كاين الشرفاء، كاين مازال كاين الإعتراف ديال الناس. يعني ملي كتقول ليه مهرجان التسامح اللي كيحمل الشعار ديال الطاهر الرعد ولا شي حاجه كيجي باش يحضر معاك، لكن الناس هادو اللي حضروا اليوم زعما فرحوني، لانه انا كنشوف فيهم الاخ ديالي بحال حاضرين معايا الاخ ديالي. من ناحيه التقييم ديالو التقني، كل سنه كاين تغيير. كنا شفنا ثلاث سنوات ديال الفينال ديال الكتاكيت، اخص الكتاكيت كتكون فيها طنجوره كادي، اربع سنين تقريبا. هاد السنه كاين تغيير، ولكن راه كاين تغيير اخر. كان واحد المقابله رائعه، شفت واحد الفريق اللي ما كنعرفوش تارقة، وما عرفتو بصراحة. اليوم عجبني، تبهرت بيه باللعب ديالو، التقنيات ديال اللاعبين ديالو. رحال الأكاديمية رحال تما اليوم كانوا في مستوى عالي، والدليل راهم فازوا بالبطولة، وحتى البطولة داك باش الندية اللي كانت ما بين الفرق خرجوا بينالتيات. يعني دونك راه كتبين بأن المستوى طالع. الفرق لعبت ربعة المقابلات، كل فرقة اللي ديبلاصت لعبت ربعة المقابلات، والندية كانت منذ الإقصائيات الصباح، لان غياخذوا منهم فريق واحد للنهائي. ما كاينش ديك اللعبه ديال التكاليف دو زيكيب ولا ديمي فينال فينال. هذيك كتكون فيها حسابات، كتلعب لك فرقه الدفاع على التعادل المره هذه. هذه خصك تربح من الاول، يعني كتكون الكره وراك شتو الكره من الصباح، لا البراعم ولا الكتاكيت. دونك انا اللي كنقولوا انني جو سوي تري ساتيسفي، انا جد سعيد، لانه الحمد لله كما العاده نجحنا بتفوق بميزه حسن. التنظيم كان في مستوى، كاين شي إكراهات اللي كانت خارج الإرادة ديالنا، ولكن ما أثراتش. وكنشكر كاع الناس اللي ساهموا معنا بهذا المنبر، اللي ساهموا معنا يعني ساعدونا، لا ماديا ولا معنويا. ما بغيتش نقول الأسماء ديالهم لأنهم كثار، وكنقول لهم شكرا لكم، لأن هذا الشيء كله كيرجع بالفضل لوليداتنا، لوليدات المستقبل ديالنا في البلاد ديالنا، اللي هما هاد الكتاكيت وهاد البراعم، لأنهم هما المستقبل ديال البلاد. وشكرا لكم أنتم على التضحية ديالكم وعلى الحضور ديالكم المبكر، لأن جيتوا نهار الأربعاء وجيتو اليوم. كنشكرك السي الفيدالي، أنت فيدال، أنا كنحييك من هذا المنبر، لأنك كتبع الأنشطة اللي كتقوم بها الجمعية المحمدية وكتشجعهم. شكرا لك. شكرا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.